أهلاً، أنا اسمي فريدة، أبلغ من العمر 5 سنوات. أريد أن أحكي لكم اليوم عن صاحبي يحيى، من الذين لديهم متلازمة داون. أستاذة مريم قالت لنا إن كل إنسان لديه 46 مكعب. لتكوين أجسادنا نحصل عليها من والدينا، 23 من الأب و23 من الأم، لكن يحيى لديه 47 مكعب. يحيى يمتلك مكعبا زيادة هدية من ربنا. الناس الذين لديهم متلازمة داون يقدرون على القيام بكل الأشياء التي نفعلها نحن، لكن بطريقتهم. كلنا نحب اللعب مع يحيى، لكن أحياناً لا نفهم ما يريد قوله لنا لأنه لم يستطع التحدث. يحيى دائماً تكون معه مدرسته، والتي تساعدنا في أن نفهمه باستخدام كروت فيها صور، كارت لوقت السناك وكارت لوقت اللعب. كلنا نستخدم كروتنا لنلعب ونتكلم مع يحيى. يحيى يحب اللعب في الجنينات ويحب الجري، لكن أكثر ما يحبه هو تدريب السباحة، لأنه يحب الوجود في المياه. يحيى لا يخرج من المياه إلا بعد أن نخرج جميعاً. يحيى يحبنا ويحب تقليدنا. عندما نغير ملابسنا نكون أسرع منه، لأن يحيى يحتاج إلى مساعدة من مدرسته، لكن في الجري يحيى يسبقنا. نحن سعداء لأننا أصحاب يحيى ونعرف الأشياء التي نفعلها وهو معنا. لا نتكلم بسرعة، لا نغير نظامنا، لا نضحك عندما يقوم بفعل شيء خاطئ. نساعده على تنفيذ تعليمات أستاذة مريم. تذكر دائما أن الاختلاف جميل. كلنا خلقنا ليس لأن نشبه بعضا، كل واحد منا مميز. لو كنا كلنا نشبه بعضا ولعبنا نفس الألعاب، الحياة ستكون مملة جداً.